لك منا تحية. اضرابا وطنيا كجواب على مماطله وزاره التربيه الوطنيه بايجاد حل لهذا الملف، حيث ان الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد امهلوا وزاره التربيه الوطنيه ما يكفي من الوقت من اجل ايجاد حل لهذا الملف، الا ان وزاره التربيه الوطنيه لا تريد ايجاد حل لهذا الملف، وبالتالي الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد يحملون وزاره التربيه الوطنيه مسؤوليه هدر الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات، ونتاسف لعموم التلاميذ والمتعلمات على خوضنا لهذا الاضراب. ياتي هذا الاضراب قلت كجواب على مماطله وزاره التربيه الوطنيه وكجواب على الوضعيه الهشه التي يعيشها الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، بحيث انهم نتاج نمط من التشغيل يعيشون مجموعه من المشاكل كعدم وجود منصب مالي قاري يضمن لهم ان يكونوا ضمن هيئه التدريس، كذلك الاساتذه المفروض عليهم التعاقد يعانون من مشكل غياب الحركه الانتقاليه الوطنيه بحيث انهم يعانون من الشتات الاسري، كذلك الاساتذه المفروض عليهم التعاقد محرومون من الترقيه لمده 5 مواسم دراسيه متتاليه، بالاضافه الى ذلك نظام التقاعد المعمول به هو نظام هش، حيث اخذ لنا مجموعه من الاساتذه على التقاعد دون الحق في المعاش في سابقه تاريخيه في قطاع التعليم في المغرب. ينضاف الى هذا الامر مجموعه من المشاكل التي يتخبط بها الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد. اذا نتاجا لكل هذه الامور يخوض الاساتذه المفروض عليهم التعاقد اضرابا وطنيا للمطالبه بحقهم العادل والمشروع في الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه.